الثورة السورية بعد عقد على انطلاقها؟ ما هي العوامل السياسية والاجتماعية التي أثرت في مسارها؟ وكيف تفهم تحولاتها ونتائجها مقارنة بالثورات العربية الأخرى؟ هل ثمة خصوصية في بنية الدولة والمجتمع تعيق الانتقال الديمقراطي؟ قراءة تحليلية معمقة لواقع الثورة السورية ومآلاتها في حديث خاص لمنتدى دمشق مع المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة. الأحد 10 مساء بتوقيت دمشق على تلفزيون سوريا.